للمزيد حول تداعيات تزايد انتشار فيروس كورونا في العراق في ظل تعاطي حكومي غير مرضي بحسب المراقبين، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي السيد أحمد الجميلي. سيد أحمد، بداية مرحبا بك. 32 حالة وفاة وما يقرب من 5000 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم بحسب وزارة الصحة الحالية، إلى ما ترجع تزايد الإصابات والوفيات بهذا الشكل في العراق؟ نعم أخي، هذه نتيجة طبيعية للواقع الصحي وواقع المستشفيات الضعيف جدا من حيث توفير الخدمات الطبية، فهذه نتيجة طبيعية أن تتزايد الوفيات وتطبق أنظمة علاج خاطئة في الحقيقة، وأيضا هنالك مستشفيات حتى لا تمتلك الأكسجين الكافي الذي يحتاجه المرضى من أجل التغلب على هذا الفيروس الفتاك. نشاهد يوميا أن هنالك قرارات وإجراءات تتخذها وزارة الصحة العراقية وما يعرف بخلية الأزمة، وهذه القرارات للأسف تأتي قرارات متخبطة وقرارات غير مدروسة وقرارات سببت الارتباك في حياة العراقيين، بل أنها زادت الطين بلة في الحقيقة. لذلك نشاهد أن الحصيلة في حصيلة المصابين في تزايد مستمر، مع أن هذه الحصيلة بالحقيقة لا تعكس الواقع الذي عليه فيروس كورونا في العراق، حيث أن هنالك آلاف الحالات من المصابين لم يعودوا يذهبوا إلى المستشفيات، لأنهم باتوا على قناعة أن الذهاب لهذه المستشفيات يمثل انتحارا بمعنى الكلمة. لذلك اعتمدوا على قدراتهم الخاصة أو أنهم راجعوا أطباء خاصين في مناطقهم ويتلقون العلاج في داخل منازلهم خوفا من ذهابهم إلى المستشفيات. طيب سيد أحمد، يعني المصابون يعني في غضون 24 ساعة من دخولهم إلى المستشفى يتم إصابتهم بالفيروس، ومن ثم تعلن هذه الإصابة. في المقابل أيضا هناك تقارير صحفية وصحية تتحدث وتؤكد أغلب المرضى الذين يدخلون المستشفيات يعني لا يتعافون. يعني لماذا، ما المانع من أن الإجراءات الصحية المطبقة في العراق أو المتبعة أو المنشورة في العراق، ما المانع أن تتوافق مع البروتوكولات العالمية؟ والله يا أخي العزيز، يعني الكل يعلم وخصوصا الذين يسكنون في العاصمة بغداد وفي مدن جنوب العراق أن المستشفيات وضعها مزري للغاية، حيث لا توجد أدنى شروط النظافة، وكذلك لا توجد أدنى شروط توفير الهواء النقي الذي يحتاجه المرضى المصابون بمختلف الأمراض. يعني عندما ندخل في بعض الأحيان إلى المستشفيات من أجل عمل تقارير صحفية، في الحقيقة نصاب بالصدمة، يعني حتى أن هنالك حيوانات تتجول بين أروقة المستشفيات والمرضى في حال يعني سيء جدا، الأكسجين غير كافي، عليك أن تعتمد على نفسك من أجل توفير قنينة الغاز التي أصبحت تباع في السوق السوداء بأسعار كبيرة. لذلك كما أن أيضا منظومة تصريف الهواء هي منظومات بدائية جدا، وللأسف الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم لم توفر مستشفيات فيها أنظمة لتوفير الهواء النقي، وكما تعلم أن هذا الفيروس ينتقل عبر الهواء، لذلك يعني عندما يدخل المصاب إلى رجهة من الرجهات فخلال دقائق الكل يعتبر مصاب، لأن الهواء هو نفسه هو الذي يعني يدور بين أروقة وبين غرف المستشفيات. لذلك يعني هذه للأسف
كما قلت لك العراقيون أصبحوا يتجنبون الذهاب إلى مثل سيد أحمد. يعني كما تعلم يعني اليوم الطلبة يؤدون امتحاناتهم، يعني أدوا امتحانهم الأول اليوم. كيف ترى هذا القرار، يعني قرار يعني انطلاق الامتحانات في هذا اليوم وتأثيره أيضا على مكافحة الفيروس؟ نعم، لهذا القرار في الحقيقة تبعات كبيرة. يعني البعد الأول لهذا القرار هو أن العوام العراقية أصبحت أيضا غارقة في هم إكمال المواد التعليمية لأبنائها، حيث أن المدارس للأسف اعتمدت اعتمادا كليا على ذوي الطلاب من أجل إكمال المنهج في المنازل، والاعتماد على ما يعرف بالتدريس الإلكتروني. ونحن نتساءل هنا كيف يمكن أن ينجح التعليم أو التدريس الإلكتروني في العراق في ظل وجود منظومة انترنت هي الأضعف في العالم. والكل يعلم مدى يعني سوء خدمات الانترنت في العراق. كيف أن باقات الانترنت تقدم بأسعار كبيرة، بالمقابل هنالك خدمة ضعيفة جدا. لا يمكن للطالب أن يستمع للمحاضرة أو أن يبعث الواجب الملقى على عاتقه. لذلك العوائل في الحقيقة تعاني من هذه المسألة. كما أن موضوع يعني إعلان الامتحانات قبل 3 أيام فقط من نشكرك شكرا جزيلا سيد أحمد الجميلي، ونعتذر منك لضيق الوقت في هذه الجولة. من بغداد الصحفي العراقي السيد أحمد الجميلي، نشكرك شكرا جزيلا.